اليوم أنا عازم على محاربة الرياء، فهو من أشد الآفات، لأن الرياء يدخل الميدان بلباس الدين والتقوى. هو عملة ذات وجهين، وجه نقش عليه اسم الله، والآخر نقش عليه اسم الشيطان. عامة الناس يرون وجه الله، وأهل العلم يرون وجه الشيطان. عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: أمن كان يوم عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال: الرجل يعمل شيئا من الثواب لا يطلب به وجه الله، إنما يطلب تزكية الناس، يشتهي أن يسمع به الناس، فهذا الذي أشرك بعبادة ربه. ثم قال: ما من عبد أسر خيرا فذهبت الأيام أبدا حتى يظهر الله له خيرا، وما من عبد يسر شرا فذهبت الأيام أبدا حتى يظهر الله له شرا. يقال لكل شيء آفة، وآفة العبادة الرياء. الرياء هو إظهار شيء من فعل الخير طلبا للجاه والرفع في نفوس الناس. الإنسان ربما يكثر في صلاته أمام الناس ويتجاهر بصيامه وعباداته حتى يحصل على منزلة بين الناس وفي نفوس الناس. عن علي بن عقبة عن أبي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: اجعلوا أمركم هذا لله ولا تجعلوه للناس، فإنما كان لله فهو لله، وما كان للناس فلا يصعد إلى الله. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أكو في الأحاديث إن أعمالهم كانت كأمثال الجبال، كلها مو مقبولة عند الله. عسى أن نلتفت في أعمالنا، في نشاطاتنا، في عبادتنا، ألا يتسرب الرياء إلى أعمالنا. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يعطي علامات للمرائي. كيف نعرف أن هذا الإنسان مرائي أم لا؟ الإمام أمير المؤمنين يقول للمرائي ثلاث علامات. العلامة الأولى: ينشط إذا رأى الناس، ويكسل إذا كان وحده، وأيضا ويحب أن يحمد في جميع أموره. عن يزيد بن خليفة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كل رياء شرك، إنه من عمل للناس كان ثوابه على الناس، ومن عمل لله كان ثوابه على الله. أحد المؤمنين قضى صلاة 30 سنة. هذا الرجل خلال 30 سنة كان عنده مكان في الصف الأول من صلاة الجماعة. يوم من الأيام تأخر، ما إجى من وقت، فعندما كانت الصلاة قامت الصلاة إجى شخص أخذ مكانه. هذا الرجل عندما أتى ما وجد مكان في الصف الأول، أين صلى؟ صلى في الصف الثاني. عندما صلى في الصف الثاني أخذه الخجل والحياء، يقول: أنا معروف
عني أصلي في الصف الأول الآن في الصف الثاني. تألم وخجله واستحى، ثم بعد ذلك انتبه، قال إذن هذه الصلاة 30 سنة صليتها ما كانت لله، وإلا لو كانت لله حتى إذا أكون في الصف الأخير ما هو الضيء في ذلك. فأخذ يعيد صلاة 30 سنة، لأن الرياء إخواني يبطل الصلاة ويبطل العبادات.